هنتكلم على الهايبوجلايسيميا او هبوط السكر، وايه الحاجه اللي احنا مش مفروض ابدا نعملها لما نحس بهبوط السكر. انا حد بعت لي سؤال، وكان السؤال بالنسبه لي انترستنج. انا دايما بحب اركز في الطريقه اللي الناس بتفريز بيها السؤال بتاعها، الطريقه اللي الناس بتقول بيها السؤال بتاعها. السؤال اللي جالي كان: انا في حد اعرفه ودايما بيجيله هبوط في السكر، دايما سكره بيوطى برغم من انه بياكل سكر كتير. السؤال ده معناه غالبا، ان دي حاجه اتعلمتها، ان غالبا لما حد بيكون شايف حاجه منطقيه كتير من الناس غيره بيكون شايفين نفس الحاجه دي منطقيه. السؤال ده معناه ان احنا متخيلين ان الناس اللي بتاكل سكر كتير مش مفروض سكرها يوطى، هما بياكلوا سكر كتير، وان الناس اللي ما بتاكلش سكر كتير هما المفروض سكرهم يوطى، صح؟ طيب طبعا مش صح، والحقيقه اللي بيحصل هو العكس تماما. خلينا الاول كده نعرف يعني ايه هبوط في السكر اساسا. اولا هبوط في السكر اللي هو الكلينيكال هايبوجلايسيميا، اللي هو فعلا هبوط في السكر، هبوط في السكر اللي هو ممكن يسبب هايبوجلايسيميك كوما، اللي ممكن يسبب غيبوبه، ده حاجه جد جدا وما فيهاش هزار، وساعتها فعلا العيان لازم ياخد جلوكوز، صح؟ طيب ساعتها الهبوط في السكر ده مش هو هبوط السكر اللي احنا بنقوله لما نحس ان احنا هبطانين بعد ما ناكل بار الشوفان بالعسل مثلا، بعدها بساعتين كده تحس ان انت هبطان وعايز تاكل حاجه مسكره. ده مش الكلينيكال هايبوجلايسيميا، مش دي اللي احنا بنخاف منها، مش دي اللي بتموت. المفروض علشان اصلا يبقى اسمه هايبوجلايسيميا، علشان اصلا يبقى اسمه هبوط في السكر، المفروض السكر يكون اقل من 55 عند الانسان العادي اللي ما عندوش سكر نوع تاني، اللي ما عندوش سكر، او 70 عند اللي عنده سكر. تمام، في ناس بتقيس سكرها تلاقيه 60 وتلاقيه 65 وبتقول على نفسها عندها هبوط في السكر. لو انا عندي اي اعراض وقست السكر لقيته مش واطي، يبقى انا ما عنديش سكر واطي بغض النظر عن الاعراض. لو الاعراض اللي جات لي ما راحتش لما اكلت سكر، يبقى انا ما كانش عندي هبوط في السكر، صح؟ طيب يبقى دي الحاجات اللي بنعرف بيها اصلا ان انا عندي هبوط في السكر. الناس اللي بتاكل سكريات كتير ما بيجيلهاش هايبوجلايسيميك كوما. لو حد مش دايبيتك، لو حد ما عندوش سكر، لو حد عادي ما عندوش سكر، مش بيغمى عليه وبيجيله هايبوجلايسيميك كوما، بيخشش في غيبوبه، بس بيبقى معظم الوقت بيهبط ويرجع ويهبط ويرجع معظم الوقت. ده اكشوالي ده من اسباب، من اهم اسباب ان في ناس كتير جدا بتقرر تقطع السكر، هو بيزهقوا من الرولر كوستر ده، ان انا كل شويه اهبط واكل سكر وهبط واكل سكر. السؤال اللي اتسالني معناه ان احنا متخيلين ان العكس هو اللي المفروض يحصل، ان اللي بياكل سكر كتير المفروض سكره يرتفع. لا، السكر اللي بينخفض باستمرار، وتاني هو مش بينخفض قوي، هو بينخفض شويه، اللي بينخفض باستمرار ده بيكون نتيجه الهايبر انسولينيميا، بيكون نتيجه لارتفاع الانسولين. هو مين اصلا اللي بيقلل السكر؟ الانسولين. فالناس اللي معظم الوقت وكتير قوي كل شويه سكرها يوطى سكرها يوطى سكرها يوطى، دول بيكون عندهم هايبر انسولينيميا، او على الاقل ده من الاسباب. في الحاله اللي اتسالت فيها دي، ان هي بتقول لي ده حد بياكل سكر كتير قوي وبرغم منه بياكل سكر كتير قوي الا انه سكره بيوطى، دي علاقه سبب ونتيجه. ده حد بياكل سكر كتير قوي فسكره معظم الوقت واطي، فبيحط شوكولاته في جيبه فياكل سكر عشان يرفعه، and so on. يبقى هبوط السكر باستمرار ده بيكون نتيجة ان انا معظم الوقت انسوليني عالي، معظم الوقت انسوليني عالي لاني باكل سكر كتير ونشويات كتير وبفريكونسي عالية. يعني مش بس باكل كميات كبيرة، الاهم كمان من كميات كبيرة انا باكلها كل شوية، كل ساعتين. طيب المرحلة اللي قبل مرض السكر، مرحلة البري دايابيتس. تتخيل كده لو قلت لك العلامة اللي بنعرف بيها البري دايابيتس، هتتخيل ايه؟ هتتخيل كده ان شخص قرب يجيله سكر، هيبقى بيحصل له ايه في سكر الدم؟ اولا ساعات ما بيحصلش حاجه، عشان كده احنا بنقول حل الانسولين. ساعات السكر ما بيحصلش حاجه الا في اخر مرحله خالص، لما يبتدي يرتفع يكون كده خلاص جالك السكر. ساعات بقى بيحصل انخفاض في السكر، يعني ساعات مرحله البري دايابيتس اللي هي مرحله ان انت عندك مقاومه انسولين بس لسه ما جالكش سكر نوع تاني، بيحصل فيها هايبوجلايسيميا او هبوط في السكر. ليه؟ لان المرحله دي اصلا باي ديفينيشن تعرفها ان انت انسولينك عالي. علشان كده في المرحله دي لازم نحلل انسولين صيام، لازم. الشخص اللي سكره بيوطى كتير وطول الوقت عنده حاجه مسكره في جيبه علشان يلحق سكره اول ما يوطى، لو عمل انسولين صيام 100% هيطلع عالي. امال مين اللي بيوطي السكر؟ يبقى احنا عندنا
الفيز عارفين ان الكرافت تيست، انا كنت شرحت لكم الكرافت تيست، الكرافت تيست انا شرحته في فيديو قبل كده، هحط اللينك بتاعه في الديسكربشن. الكرافت تيست كنا بنقيس الانسولين وبنقيس السكر في الجراف ده، ده الجراف بتاع الكرافت تيست. الناس اللي طلع انسولينها عالي حتى لو سكرها نورمال، حتى لو سكرها طبيعي، هم دول اللي بيبقوا في مرحلة ان هيجي لهم السكر. في المرحلة دي لما بيكون الانسولين اعلى من الطبيعي، السكر ممكن يكون طبيعي وممكن يكون واطي. قصة ان انا معظم الوقت سكري بيوطى او كتير في اليوم سكري بيوطى، ده علامة لان انا انسوليني عالي. حلل انسولين صيام هتلاقيه عالي. اللي بيحصل ان احنا في المرحلة دي بنروح نحلل سكر صيام وبنلاقيه نورمال، وبنقول خلاص مفيش حاجة، سكر الصيام علشان يبقى عالي يكون خلاص تو ليتل تو ليت، خلاص اصلا كده جالنا سكر. ده سبب هبوط السكر المستمر، واللي معظم الناس بتعالجه بانها بتعمل ايه؟ تاكل سكر، صح؟ سكري يوتي اكل سكر، سكري يوتي اكل سكر، نفضل بقى في الدوامه في الفيشا السايكل دي طول حياتنا. الصح ان انا اخرج بره اللعبه دي اساسا، اخرج بره تعلقي اللي مش تعلقي العاطفي، تعلق الخلايا بتاعتي وتعلق جسمي على السكر. انا دايما بقول فات ادابتيشن از ليبريشن، الحريه هي ان انا ما بقاش جلوكوز ديبندنت، ان انا ما بقاش تحت رحمه السكر يديني طاقه، ان انا اعرف اصوم، ان انا اعرف اقعد فتره طويله من غير اكل، ان انا اعرف اقعد فتره طويله من غير النشويات. هو انا ليه بقول على ده ليبريشن؟ ليه بقول على ده حريه؟ عشان مش هبقى معظم الوقت ولا طول الوقت محتاج كل شويه ادخل حاجه جسمي ترفع لي السكر، هبقى حر، اقعد بقى وقت زي ما انا عايز من غير اكل عادي. ادي فرصه لهرمون الجلوكاجون انه يشوف شغله، انه يظبط لي سكر الدم، الهرمون اللي وظيفته انه يرفع سكر الدم. وظيفته انه يحافظ على مستوى سكر الدم، ما يفضلش طول النهار طالع نازل طالع نازل عشان كل ساعتين باكل سكر. الناس اللي بتاكل سكر كتير هم اللي معظم الوقت بيجي لهم انخفاض في السكر، مش الناس اللي ما بتاكلش سكر. والناس اللي بتاكل سكر كتير مش مفروض تحل ده لما اول ما سكرها هيوطى تروح واخده له سكر. الصح ان احنا نخرج بره اللعبه دي تماما، ونبتدي نبقى فات ادابتد، نبتدي يبقى عندنا ميتابوليك فلكسبيليتي، نبتدي نعود جسمنا على حرق الدهون، ويبتدي يبقى عندنا ليونه في الحرق، انا جسمي يعرف يبدل بين الجلوكوز والدهون، اعرف اعمل ده في جسمي، اعرف احول جسمي بين مصادر الطاقه. انا اتكلمت عن ده في كذا فيديو، هحط معظمهم في الديسكربشن. ده بيتعمل من خلال ان احنا نعمل صيام متقطع، ومن خلال ان احنا نقلل كام مره في اليوم بناكل نشويات. مهم ان احنا مش كل مره سكرنا يوطى ناكل سكر. انا هنا بتكلم سكرنا يوطى بمعنى سكرنا يوطى اللي هو سكر الواطي اللي بعد الشوكولاتاية بساعتين، ده مش الكلينيكال هايبوجلايسيميا، مش دي لازم ناخد لها سكر طبعا، ده امرجنسي. تمام؟ This was Dr. Wad. Have a good day.